لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. العثور على المخرج نزيم قايدي جثة هامدة في بيته وأم أبنائه تعلق، توفي في الساعة الأولى من يوم الأربعاء. المخرج التلفزيوني نزيم قايدي عن عمر نهز 46 سنة. كما أشارت العديد من صفحات أصدقاء المرحوم أن جثة المرحوم وجدت هامدة في بيته بعين بنيان الجزائر بالعاصمة. ومن جهتها أعلنت زوجة المخرج نزيم قايدي السابقة فريدة حرحار خبر وفاته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما قالت في المنشور: غضوني أولادي، يا رب قدرني رب اليتامى. وتبعت: عندي أولادي حساسين بزاف وحنان بزاف وكانوا يحبوا باباهم بزاف، ما قدرتش نقول لهم باللي باباهم مات، خفت عليهم من الشوق. ويعتبر محمد نزيم قايدي مخرج جزائري شاب يعمل في التلفزيون الجزائري، وبدأ عمله مع الأفلام بالمونتاج اللعبة لجمال فزاز الله يرحمه، كما أخرج العديد من البرامج قبل أن يدخل مجال الإخراج الدرامي، في حين قدم المخرج نزيم قايدي للجمهور مسلسلين بعنوان الامتحان الصعب وقلوب في صراع، وحصل على جوائز محلية. وفي عام 2011 أخرج عمل جديد ديني بعنوان مكارم التي تبث في قناة القرآن الكريم. ونشرت فريدة حرحار تعليقات وتعزيات مختلف الفنانين على غرار طارق الخليعي عبر موقعها الاجتماعي في الانستغرام. كما كتبت الفنانة والممثلة التي دائما ما تلعب دور الأم في أعمالها: إنا لله وإنا إليه راجعون. وتعتبر فريدة حرحار من مدينة بوفريك، مطلقة وأم لأربعة أولاد، أكبرهم مغني الراب المعروف كلام، ودائما ما تبرز رحراح اهتمامها للتمثيل إلى حد النخاع. لكن في ذات الوقت تقول إن ولوج هذا المجال ليس بالأمر الهين. كما تحدثت الفنانة عن زوجها السابق في تصريح لبعض المصادر الخاصة أن سبب طلاقها رجع إلى رسالة إيميل: رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.